ورحب كل مشاهدي الكرام، معي عبد العالي محمدي حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي. عبد العالي، الجمهور المغربي كيف ما كانت النتيجه اليوم؟ رتبه رابعه، شرفتوا الكره المغربيه وشرفتوا الكره العربيه والافريقيه. يا شكرا، الحمد لله. درنا واحد تورنمنت واعر، ولكن اليوم خصنا ندير لا تخوا بوزيسيون، ولكن ما كتباش. ولكن علينا زعما الجروب ديالنا زعما سي تشامبيون دو كوب دو المون، على شنو درنا في الكوب دو المون زعما كاين شي حاجه واعره يكون في الهيستوريا ديال افريكا وديال العالم كامل. وشنو درنا زعما في الجروب، العائله ديالنا معانا في الجروب وفي كاس العالم، زعما علينا هما زعما تشامبيون دو كوب دو المون. شفنا الجمهور المغربي ساندكم كبير كثير في هذه النهائيات، دعم كبير ديال الجمهور. وي، خصنا نقولوا شكرا على شنو شجعونا في الكوب دو الموند كامله، ولي ميساج سافلينا، ولا لا اي العمر عطينا في الكوب دو الموند، والعالم كامل شفت شنو دابا عندنا مع الجمهور ومع الفرقه المغربيه. شكرا عبد العالي محمدي، واكيد بان ان شاء الله ننتظر شيء كثير بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي.